الحب فطرة والعيون تشوف وتهوى وتنجذب، واحيانا الظاهر يكون لمع والباطن كذب. الحب فطرة والعيون تشوف وتهوى وتنجذب، واحيانا الظاهر يكون لمع والباطن كذب. بين الحقيقة والظنون وبعد التجارب والتعب، مو كل من يعد يصون، ما كل ما يلمع ذهب. يا ولدي يومين بس وارجع اخذه. انزين. نوره تحمل في روحك ان شاء الله. فما لك من اللي جدا. شوفي وهالنعمة
عساها زقوم في جنة. ما راح أعطيك أكثر من اللي أعطيتك إياه. طمع مو بزين. بس أنا أختك يا أبو، ما فيها شيء. يوم أنا أخوك لا تنسين تقولين لي بقتني وما بقتني. أنا ما بقتك، ثمينك وعطتك إياه كامل مكمل. إيش تبين أنت؟ تبلين علي؟ زوجي مريض يا أبو، وعلاجي يكلف. أنا وين تباني أجيب له؟ شلت بالعمليات تشقق وخياط. العملية خطرة. لا تسوي العملية، بس حبوب وكبسولات. هذا الشيء يخصني أنا وريلي. زين، انسى ثميني اللي خدت مني يا يبر، اعتبره سلف. ردت وقالت ثميني اللي خدت مني. أنت ما تفهمين يا وديمة. تصدق يا يبر، أنا ما أفهم. لأني لو أفهم الدنيا كان عرفت ليش أنت تسوي في أختك كذي. تفضلي، هذه رقم خالتي، هذه الرقم. مشكور يا منصور. ما عندي شغل لأجاب لجامعتكم. وانت متى فضيت لنا عشان تفضلنا اليوم؟ تفضلي. سمع البنات شو يقولون عن ابوه. يبا انا ساعات احس ما عندي ابو. بدريه، انت لمتى بتتمين تعطينا رايك فينا؟ تدري شو تقول لي البارحه؟ تقول لي انا ما شفتك ربيتيني مثل الناس، ما عارف الا الخدامه بطفولتي. خلاص كبرتوا وصرتوا ترددوننا. لكن انا ما يهمني، لانكم جيل جاحد. تدرون انا افضل اني اتريق بروحي، لان جلستنا هذه كلها ما لها داعي. مرحبا. ها ميثا، اشوفك ما شاء الله متفائله اليوم. شلون ما اتفائل وانا رايحه اقدم اوراقي على وظيفه، والبركه بهالابو الطيب توسط لي لدرجة أنهم بيعينوني مديرة موارد بشرية على طول. لا تدريب ولا شيء. مديرة مرة واحدة؟ شو السالفة جبر؟ هل تبين أخلي بنتي تنطر سنين عشان تستوي مديرة؟ ليش بالله؟ اتصلت بواحد من الربع ما قصر، قال لي يفعل عليك، بنشيل المدير الحالي نحط بنتك مديرة. كم يبر عندنا؟ يا عيني على الواسطات. ترى على فكرة أستاذ يبر، أنا على أبواب التخرج، إذا ما عندك مانع تتوسط لي مثلها. أنتي أنا غاسل يدي منك بماي وصابون، مالك حظ في الدنيا. يبا أنت ليش ما تحبني؟ ليكون لاقيني بالسكة وأنا ما أدري. قم يا سيف، قم كلك لقمة علشان تقوى. صار لك سنتين وانت تقولين لي هالكلام، ما اشوف نفسي صرت قوي، كل يوم اضعف زيادة. كل بأمر الله، كل بأمر الله. تسافرين للخارج يا وديمة، تعبت والله، تعبت من السدحة، ظهري تكسر وجسمي ساعات ينمل من قلة الحركة. انت تدري بالحال يا سيف، انا ما خليت مكان ما رحت له، لكن ما شي فايدة. علاجك يكلف وانا ما في ديني شي.
إيه بس ما أقدر أتحمل الألم. تدري عندي لك خبر حلو، كنت ناوي أقول لك إياه بعدين، بس دام إن هذا حالك بقول لك إياه الحين علشان أفرحك. شنو الخبر؟ لقيت واحد من الشواب اللي يعرفون أبوي الله يرحمه وبيشهد لي في قضية الورث. ومنو هذه؟ واحد ينقال لعيسى بربية، كان عايش من مدة طويلة في الهند، ويوم خبرت بسالفة الورث وإن أخوي ماخذ نصيبي قال لي فالج طيب أنا بشهد لك، لأن تدري صديق أبوي الروح بالروح. بعد أشياء وديمة ما نسيت سالفة الورث. السالفة صار لها سنين، خلاص ما تملين أنت، ما تيأسين. أنا الفلوس ما تهمني كثر ما تهمني صحتك، بس إذا نصيبي سبب لعلاجك لا والله بطالب فيه لين ما حصله. أنا أحسن لي أستقيل ولا هالمثلح. أفع عليك بس شو تستقيل؟ هذا أنت المدير وتقول كذي، مش خليت لنا؟ أي مدير أي بطيخ، هم خلوا فيها مدير. أنت استهدب الله الحين وهدي نفسك شوي، المهم ما عرفت من هذا اللي بتاخذ مكانك؟ إش دراني، واحدة اسمها ميثا. وما عرفت وين كانت تشتغل؟ ما بصدقين، خريجة جديدة ما عندها أي خبرة، أنا ما أدري شلون بيجيبونها مكاني. ما يبي لك كلام، الواسطة وما تعمل. علشان كذي أنا لازم أستقيل، لأن بصراحة وضعي صار محرج قدام الموظفين. الحين بعد ما كنت مرشح إني أصير مدير، تجي هذه وتاخذ مكاني. أنا من رأيي إنك لا تستعجل، باكر الحرمة تغرق بالشغل وتموت وظيفيا. تقوم ترجع أنت معزز مكرم مدلل. تدرين أنت الوحيد اللي تهونين عليه مصايبي لدرجة أفكر أني أحبك. شلون؟ وديما لقيت حد يشهد لها في المحكمة؟ والله هذه اللي سمعته. خلي تيب اللي تيبه، صار لها سنين وهي تركب على سالفة الورث، تي على هالشاهد هذا. بس هالشاهد هذي يعرف أبوك الله يرحمه زين ما زين، وكل خوفي عنده أشي تراجعك موظف ينتظر معاش نهاية كل شهر. الظاهر أنت مستهين فيني يا أحمد، أنا جبر ترى. والله المحاكم ما تعرف جبر، تعرف الوثائق والأدلة وهالشيب اللي جايبته أختك. كل خوفي إني راجعك على حصير الفقر. أنت في راسك شيء؟ تبي تقول شيء يا أحمد؟ إيه نعم، في راسي شيء. قول، أنت شريكي المزعج، لازم أسمع منك. تبيعني نصيبك في الشركة علشان المحكمة ما تلاقي شيء عندك تأخذه. أنت يا نيت، أدري إن هالكلام بيزعلك، وبتقول أحمد يبغي تخلص مني. بس اسمع، هذه الاقتراح ما راح أعيده عليك مرة ثانية علشان ما تسيء الظن فيني. أحمد تعرف مكان الشاهد هذا؟ والله يا عيسى السالفة ما بسالفة ورث ولا بيزات، أنا البيزات ما تهمني. ترى يبر خذ الورث كله وما عطاني فلس واحد منه، وطول هالسنين أنا ساكتة وما قلت شيء، يلعب هو عياله بالملايين وأنا يالسة في هذاك البيت القديم أتريى راتب التقاعد كل آخر شهر. لكن اللي كسرني منه يا عيسى إني يوم احتجت بيزات علشان أعالج في ريلي رفض إني ساعدني، شفت أخو يرفض يساعد أخته وهو عند الملايين. بس يا وديمة أنا أبي أفهم شيء واحد، شلون قدر يأخذ كل هالملايين وأنت موجودة؟ لأني كنت في السجن يوم توفى الوالد. وين المكتب؟ ترى تعبتين من كثر اللف. خلاص الحين بنوصل. وين المدير اللي كان هني؟ أبي أشوفه. مالت عليها، أقول مالت عليها.
لو شفت مشيتها طاووس طاووس يتمشى. الله يعيننا منى. لا تقهريني، انا ما فيني اتحمل اكثر عن كذي. انا طالع. اصبر، زين اذا سالت عليك وليش تسال عني؟ وظيفتي وخذتها، ايش تبي بعد؟ خلاص هدي هدي نفسك. لحظه شوي، لحظه. يلا عاد عشان خاطري. انت اللي حاسه فيني لانك غير. اي لاني غير، عشان كذي تسكني بانذارات. مشكور طال عمرك يا هبله، علشان ما يشكون فينا او يحسدونا. يلا باي، انا طالع. تعال، اذا سالت شو اقول لها؟ شنو اذا سالت؟ والله قوات عين، احي تاخذ وظيفتي وتبغى تشوفني بعد. يلا باي. بنشوفك باكر. تطمني يا وديمة، الوصية اللي عند اخوك شبر مزورة، وهذه قش ابوك الله يرحمه عمره ما كتب وصيته فورقة. يعني انت وياي انه الوصية مزورة؟ اكيد، اخوك الله يهداه استغل وجودك في السجن وزور كل الورق وخذ الحلال كله وخلى لك الفتاة. لكن تطمني، انا بقول حق القاضي عن كل شيء. الله يبشرك بالخير، رديت فيني الامل يا عيسى. عيل ما وصيك البيت ودليته، ويوم بتفيج مر علي علشان نصير المحكمة إن شاء الله. بس وديمة، على طريقة تخذيني بيت طليشتي، هذه بعد خلت حلي وحلالي هي ويا عيالها، الله يعيني عليهم. عيالك خذوا منك الحلال؟ إيش هالكلام؟ ما أبي أديش بسالفتي، بس العيال الله يهداهم تغيروا علي عقب ما قطع عنهم 20 سنة، صاروا كأنهم ما يعرفوني. ومستحي أقول لك أن ولا واحد من العيال يبي يسكنني عنده، هذه كلها من أمهم، أمهم هي اللي غيرتهم علي. أفا، هذا لهم عيال هالزمن، ليش يسوون فيك كذي؟ أنت مهما كان أبوهم يعاقبوني لأني تركتهم تزوج في الهند. لكن يلا، أصلاً أنا شلب عوار الرأس والمحاكم، أنا كل اللي أتمناه بيت أعيش فيه باقي عمري. هذه الورقة ويبناها، إن شاء الله ارتحت الحين. إيش فيش تطالعيني كذي؟ أنا بس جاي أقول لك ترى الحريم على قفا من يشيل. أنت مجرد محطة في حياتي، محطة غير مهمة أصلاً. بنشوف من هو بياخذك من بعدي. وأتمنى من الله إن ابتليتي بريال ما تذوقين الراحة معاه لين ما توصل القبر. شلون ما تعرفين وين راح؟ يقولون طلع من الشركة. طبعا متعودين على الفوضى والتسيب. بالعكس استاذة ميتة، استاذ سند وايد زين، بس تلاقينا شوي متضايق من اللي صار. وش اللي صار يعني؟ لمتى كان بيقعد بهالوظيفة؟ لما يموت؟ استاذة ميتة، انت ايش تامرين عليه؟ كم عدد موظفين الموارد البشرية؟ 7. طلبيهم كلهم عشان اجتمع فيهم. عندكم غرفة اجتماعات هني صح؟ اي استاذة. اوكي، عقب ساعة بجتمع فيهم. والحين شوفي لي ريوق، ابي اتريق. ما عندكم كافتيريا مني؟ اي عندنا، ايش تحبين تاكلين؟ شفتي لنا خدامة؟ بصراحة لا، انشغلت بسالفة عيسى بربيع. ودينا، أنا ريال محتاج رعاية، أخاف إنك تمليني وتملين من طلباتي. إن شاء الله إن شاء الله، بسوي يا سيف اللي أقدر عليه. شو أسوي؟ هذا حالنا في هالدنيا، لا ولد لا سند، أنا اللي لازم أسوي كل شيء.
هذا اللي خايف منه يا وديمة، انش تملين مني انت. عيوني اللي اشوف بها يا سيف افع عليك، بس انا ساعات كذي احس ان الدنيا جاسية علي وعليك، مع ان في ناس مرتاحة وما تفكر الا في نفسها. لا تقولين هذه رأي لك. كان رأيي بس الحين، الحين هو طليقي. هذه الوصية، شوف. هذه بصمة الوالد. عيل بصمتي. عيل وين التزوير بالضبط؟ أنا بصمت الوالد وهو ميت. عندك عرس وما تخبرينا؟ مو شرط عرس عشان اتحنى. يوم عقب ما تخلصين دوري انت قولي السلام عليكم بالاول. ايه الواحد ايش كثر بيسلم؟ رايحين رادين نسلم، ترى كثر السلام يقل المعرفه. انا خاطري واحده فيكم بس تقول لي يما انت صح او ان شاء الله. انت ام الحنون، لا حد يضايقها. انا بضايقها شوي. ليش؟ ايش صاير بعد؟ في واحد كان يلاحقنا من الجامعة لين البيت، بعدين قاعد يصارخ ايه انتو بنات من فيكم تبي تتزوج؟ ولا يهمك يا ميثا، بيزعل لي يومين وبيرضى، عاد انت لا تفكرين في هالموضوع. زين بس تدري ابو عبد الله، على اساس ان سند كان بيعلمني الشغل، تدري انا ادري جديده وتحتاجين لخبره، بس صدقيني يا ميثا ترى الشغل مو بسحر، كلها ايام بتفهمينه، بس اللي اطلبه منك ان انت تشدين حيلك شوي علشان تثبتين لابوك ان انت قد المسؤوليه وقد الوظيفه. ان شاء الله اكون من حسن الظن. بتكونين ان شاء الله، بتكونين عن حسن الظن. ترين ليش؟ لانك بنت جبر، وهذا الشبل من ذاك الاسد. ما حد حاس فيني يا مريم، بس انتي غير. الصراحة من كثر اهتمامك فيني أنا خايف أحبك. لا تهتم يا سند، تبقى أنت المدير اللي احنا تعلمنا منه، ويقول لك هذه اللي جاية ما تفهم شاي وخرطي. ما قلت لك أنت اللي حاسة بآلامي وتهونين عليه مصايب. كلامك صاير حلو، يا ريت شايلينك من زمان. شنو؟ ما اقصد، بس قصدي من شالوك من وظيفتك وانت صاير حنون. عموما انا بروح احضر الاجتماع، واي شيء يصير بخبرك اول باول. عن اذنك. Thank you.
عفا بيتي وطردوني منه، وهذه انت ولدي بعد. ولدك؟ شلون انا ولدك ومن انولدت ما شفتك؟ واللي رباني ريل امي. يا ولدي لا تظلموني، انا طلقت امك عقب ما زادت المشاكل. انزين واحنا شنو ذنبنا؟ اتهدنا لا مصرف ولا اهتمام، ليش يعني؟ يعني شنو يا ابوك؟ يعني امي تسلم عليك وتقول لك انها هي الحين متزوجه، يعني في ريال غريب في البيت ما بيخليك تعيش ويانا. اعتقد كلامي واضح. زين وين تبوني اروح؟ والله انا ما ادري، انت اللي حطيت نفسك في هالموقف. بس هذه بيتي يا منصور. يوم طال صفرك امي غيرت ملكيه البيت، يعني البيت صار بيت. ياي عقب 20 سنة، عقب ما شبعت من مرتك الهندية، ياي تقول لنا أنا أبوكم وأبي بيتي؟ صراحة ما حد يقبل بالكلام اللي أنت تقوله. يا ولدي في أشياء الواحد ما يقدر يقولها، وأنت كنت صغار. زين إيش تبيني أقول لك؟ أنا ما في يدي شيء. تبي بيزات؟ مشكور يا ولدي، سلم على اخوانك ولا تجيب لهم طاري عن السالفة. اخواني يدرون بكل شيء ورايهم من راي امي. صراحة هم ماخذين منك موقف من اللي سويته فيهم. المفروض يا حنان ملف محضر الاجتماعات السابقة يكون بيدك قبل لا أقول لك، ولا ما تعرفين حق شغلك يعني؟ هند الموضوع جد ترى مو مسخرة، لا تحاولين تسهلين علي الأمور. بس أنا مستغربة، أختك من سنين صك الموضوع، إيش معنى الحين فتحته؟ لقيت واحد يشهد لها، وبيني وبينك هياتني الشركة أمس تطلب فلوس عشان تعالج زوجها، وأنا ما عطيتها رفضت. الظاهر حطتني في رأسها. وش الرأي الحين؟ الحقيقة هند أنا ما أقدر، عقب هالعمر إيش بيقولون عني؟ مزور فضيح قدام الناس. خلاص عيل، عطها كم بيزة وخلصك الموضوع مرة واحدة. إيش بتقول عني؟ خاف من الفضيحة قوم يساومني؟ لا 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 لا، كرامتي ما تسمح. وانت كل شيء بتسويه تطلع لنا كرامتك بالوي؟ حيرتنا معاك صراحة. هالبنية ما تبشر بخير. لا تستعيلون، يمكن البنت تكون زينة. اي زينة هي؟ لو بنت ناس كان ما غلطت في الاستاذ سند. سمعتوها يوم تقول ايش في هذا الشرد من الشغل، خايف مني. كلام مريم صح، المفروض ما تتكلم على سند بالطريقة هذه. أنا أقول لكم إن طولت صوتها علي برد عليها ولا تهمني. أقول عبير، باكر الصبح أبي تجهزيني ملف بنذارات الموظفين بالقسم، أبي أخذ فكرة عن المشاغبين بهالشركة. أوكي؟ يلا أنا ماشية، مع السلامة. عبير، إيش فيش قمتي تنافضين يوم شفتيها؟ وين اللي اذا شفتها ما باسكت وبقول هذه مو بخوف،
أنا تفاجأت بس، عبالي سمعتني وأنا حش فيها طيحت قلبي. وي سلامة قلبك، إلا قلبك يطيح. إيش فيها زينب؟ اليوم مو طبيعي. يلا يا سيف قم خلنا نجلس بالحوش أنفة. لا ما في نشدة، خليني هني أحسن. الله يهديك، بس يلسة الحوش وتغيير المكان لصحتك زين. يلا قم عاد، أبغي أسولف وياك. إن شاء الله حاضر. ايش رايك نصيف السنه في البرازيل؟ نقنع ابونا يودينا البرازيل. ليش تروحين تلعبين كوره؟ مو احسن نبتعد عن العرب عشان ناخذ راحتنا؟ البرازيل يعني انا اللي بدفع من جيبي. ابتسام انت اللي خذتي عبايتي؟ ايه بروح فيها العرس برجعها لك. ترجعينها والحين؟ بسم الله انت مو شايفه خير؟ ما بناكلها. عندك بيزات؟ روحي اشتري لك. كم مره اقولكم ما احب حد يجيس اغراضي، انتو ما تفهمون. شال حاله ابتسام، يعني انت ما تعرفين هنادي كله ولا حد ياخذ اغراضها. ما عليه، دواها عندي هالبخيله. شو بتسوي؟ بحرق قلبها على عبايتها. اذا هي مينونه انا اين منها، بعدكم ما عرفتوني عدل. ابتسام تعالي. سند ايش فيك اليوم؟ صاير مو بطبيعي، فيك شيء؟ قولي النيت بعد. أنا مو قصدي، بس أشوفك منية الظهر للحين ما كلمتني. وأنت شي خصك أتكلم ولا أنتبر؟ لو أنت تسكتين وتفكينا منك وايد أحسن. هلا غانم، ايش فيني بعد؟ سند ذي مو بعاجبه العجب ولا الصيام في رجب، كله معصب ويصرخ علي. شنو مهم جبلته انت بعد؟ انا قاعده اخدمه اكثر من نفسي. يا غانم انت تدري هديت الدراسه علشانه، وهالي يقاطعوني علشانه، والنتيجه يستغل هالموضوع بشكل اناني. شو اسوي له اكثر من كذي؟ يا خانم ما اقدر اتطلق منه. يا خانم انا احبه، ما اقدر ابعد عنه. اللهم لك الحمد والشكر، نعم الله عليكم. بس اكل يا اخوي عيسى واعتبر البيت بيتك. مسامحة يا أخوي يا سيف، ما كان ودي أثقل عليكم، لكن ما كنت متوقع من العيال عقب هالغيبة يعملوني بهالطريقة هذا. توقع كل شيء، الدنيا تغيرت يا أخوي يا عيسى مو مثل قبل. صدق أنا ساعات أتمنى الموت
علشان ما يزيد حزني على اللي قاعد يصير فينا. الدنيا متواكلة، انتشرت فينا الأمراض، الفتن، المصايب من كل صوب، كل واحد يبي يدوس الثاني. قبل كنا نستغرب من تصرفات الغريب، الحين نستغرب من تصرفات الجريب ومن تصرفات الأهل. الظاهر شكلي إن أنا بارد بنبي، لأن هناك عندي الحرمة والبيت اللي ضفني قبل أموت. الله يهديك بس، شو ردك بنبي؟ نحن إن شاء الله بنكلم لك المسؤولين وبنشرح لهم وضعك، وما بيقصرون وياك، بيعطونك إن شاء الله بيت جديد. أفا عليك، نحن في نعمة. أنتوا قاعدين تسهلون علي، المسألة هم سهلة. ربك بييسرها إن شاء الله. بقوم أسير أجيب لك الفراش قبل لا تغير رأيك، ترى البيت بيتك يا عيسى. أنا ما أفكر بالزواج الحين، أهم شيء مستقبلي الوظيفي. أقول روحي شوفي لك مسلسلات تركية أحسن لك. ها يلا باي باي. ها ميثم، أشوف ما مريتي على أبوش، تقولين إيش سويتي في أول يوم عمل. أهم شيء تعلمته أن الإنسان بدون واسطة ما يسوى فلس. أيوة، على طاري الفلس، أعطني 300 دينار أبي أشتري ثياب جديدة. لازم أكون حديث الناس بالشغل. لازم تكونين حديث الناس وشاغلة الدنيا كلها. شوفي ميثا، أنا أبيك تستفيدين من خبرة أبوك في هالحياة هذه. دكتور فلش يقول يا يكون الواحد إنسان مهم يا يكون نكرة ويمر مرور الكرام. وأنا ما أبيك أنت وخواتك تمرون مرور الكرام. فعليك، أنت طلبتيني 300، تفضلي. هذه 500، انت بنت يبر مو بلعبه. تدري انا عندي مشكله عويصه، الفقر يا حسين ذابحني. ودي اصير غني، مو عارف شلون، حياتي كلها ديون. ما دام انت تدور الغنى، ليش تزوجت واحده فقيره؟ ايش ذنب نوره تعذبها معاك؟ ذنبها انها تحبني موت، وهذه مشكلتها مو مشكلتي. بس هذه انانيه يا سند، ونوره ما لها ذنب. وانا ايش قلت الحين؟ هذا وانت رفيجي وقريب مني وتقول كذي. الو، هلا حياتي، هلا عمري. اي والله بالميلس، وياي واحد من الربع. انزين، ما تبي تعرف اخر اخبار المديره الجديده؟ راكبة ذيك السيارة الظاهر ان ابوها غني. اقول منى حبيبتي، بتصل فيك بعدين، انا شوي مشغول. ايوه خبريني عنها كل شيء. ها يلا باي باي. هلا مرايم، هلا حبيبتي، وينك اليوم؟ ممكنك ناسيني اليوم؟ لا مسج ولا اتصال، حتى ولو كان المفروض اطمني عليك. ما علينا، ما تبي اقول لك اخر الاخبار؟ ما تبي تعرف ميثا ايش قالت وش سوت؟ خلاص يا عمري، انا بكلمك اخر الليل، لان عندي جماعه الحين. باي، مع السلامه. يا اخي انت وين بتحب زوجتك دام عندك هالخلق؟ انا ماشي. اقعد يا رجال، وين رايح؟ هذول كلهم حق الونانس. سند، انت ليه متى بتتم على هالحال؟ ترى ذلين بنات ناس، خاف الله فيهم. انا اذا ما سويت كذي بموت، اخلي كل هالجمال اللي موجود واجاب النوره هذه. اسمع، هلا بشريفه، هلا بالغاليه، كذي عاد من يومين ما تتصلين. حبيبي سند، اقدر اشوفك اليوم؟ افا عليك، تبي تشوفيني؟ ما طلبتي، بس قولي لي وين والساعه كم. We'll be right back.
الحب فطرة والعيون تشوف وتهوى وتنجذب، وأحيانا الظاهر يكون لماع والباطن كذب. الحب فطرة والعيون تشوف وتهوى وتنجذب، وأحيانا الظاهر يكون لماع والباطن كذب. بين الحقيقة والظنون وبعد التجارب والتعب، مو كل من يعد يصون، ما كل ما يلمع ذهب. شيء